السلام عليكم صحابي وحبايبي والناس كله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناة أسرار عامة المتخصصة في الربح من الانترنت. كما تشوفوا فينا أصدقائي، اليوم احنا موجودين على حساب بايونير، هذه صفحة بايونير أو حساب بايونير اللي خاص بي. كان تذكروا أصدقائي في قناتنا أول حلقة عملنا هيكم هي كيفية فتح حساب بايونير، وانطلقنا من بعد الحلقة هذيك في كيفية الربح من الانترنت وتلقي الأموال التي نربحها على حسابنا في بايونير. من بعد أصدقائي عملنا عدة حلقات أخرى على حساب بايونير، حتى لوين وصلنا أن أخذنا ماستر كارد بايونير. هذه هي القناة متاعنا أصدقائي. نرجع أصدقائي، الأول حلقة عملناها هي كيفية فتح حساب بايونير، ومن بعد كيفية تفعيل الحساب، ومن بعد أصدقائي عملنا لكم حلقة أخرى على شرح طريقة الحصول على ماستر كارد بايونير، ومن بعد أصدقائي عملنا لكم على كيفية تفعيل البطاقة وقت اللي وصلت لنا البطاقة للمنزل متاعنا. لكن للأسف بعض من الأصدقاء أو بعض من المتابعين وجدوا الكثير من المشاكل في فتح الحساب. أصدقائي إذا كان لقيتوا معناتها أي مشاكل في طريقة فتح حساب بايونير، راكم أنتم عملتوا بعض الغلطات، معناتها عملتوا غلطة في طريقة فتح الحساب. هذا السبب أصدقائي يعود أنكم متتفرجوش في الحلقة كاملة، معناتها يلزمكم تتفرجوا في الحلقة كاملة تاخذوا فكرة على العمل اللي مش تقوموا به، وبعد تتحولوا وتبدوا تسجلوا. إذا كان نسيتوا حاجة تنجموا ترجعوا للحلقة وتزيدوا طبقوا اللي موجود فيها بالضبط. هذاك علاش انا بصراحة اصدقائي عندي بعض الاصدقاء اللي قاعدين يربحوا من الانترنت تواصلوا بيا وفتحت لهم حساب في البايونير وزيد عملت لهم طلب لمستر كارد وما صارت لهمش حتى مشكلة. احنا اليوم اصدقائي مش نرجع نشرح لكم طريقة فتح حساب بايونير، ومش نرجع الى بعض المشاكل التي تتعرضوا لها في فتح حساب بايونير وقت اللي انتم تسجلوا، معناتها ثم بعض الاخطاء تقوموا بهم من بعد الاخطاء هذيك تولي كبيرة، يطلبوا عليكم وثائق ولا حاجة ما تنجموش انتم تجيبوا الوثائق هذيك. كما بعض الاصدقاء فعوض يعمل انفيديال، يعني يعمل اللي هو منفرد، يعمل اللي هو على حساب شركة، بعدين يولوا هم يطلبوا منه الاوراق متاع الشركة متاعه، وغادي كي هو يتبلوك وما عادش ينجم لا يوخر التالي ولا يقدم القدام وزيد يخسر الحساب متاعه. لذلك نرجع الحساب بايونير، مش نوروكم طريقة التسجيل في الحساب بطريقة صحيحة. وزيد حاجة أخرى أصدقائي، كي نقول لكم معناتها أدخلوا على الرابط اللي نحطوكم أسفل الفيديو وسجلوا من الرابط هذاكايا، على خاطر إذا كانت تسجل أنت من الرابط هذيك تقدر أنت تربح 25 دولار، وأنا نربح 25 دولار. ومش نوريكم بعض الأصدقاء اللي سجلوا من الرابط متاعي كيفاش ربحت أنا 25 دولار وهو ما زاد ربحوا 25 دولار. وهذه كما تشوفوا أصدقائي لهنا 25 دولار اللي ربحته أنا من كفاءه بايونير. كما تشوفوا لهنا 25 دولار مكافاه بايونير، نضغطوا عليها، وكما تشوفوا لهنا مكافاه بايونير في 14 مايو 2022 تلقيت انا 25 دولار مكتمله وهي مكافاه من بايونير، وهذا معرف المعامله. اذا كان نرجع اصدقائي لهنا للنشاط ونمشوا قم بتوصيه صديق، نتحولوا للصفحه هذه اصدقائي ونشوفوا اكس ب 25 دولار عندما تحيلوا اصدقاء الى بايونير. هذا هو الرابط، نجم انت تعمل نسخ للرابط هذايا وتعطيه لاصدقائك. وقت يدخل صديق على متصفح جديد كما لهنا ويحط الرابط ويدخل يسجل عن طريق الرابط هذا كما تشوفوا لهنا، تتحولوا الى صفحه بايونير، حطوها بالعربي لاني عندي الترجمه، ومن بعد هنا شوف اشترك واكسب 25 دولارا امريكيا، تضغط هنا وتبدا تسجل. هذا كل ما في الأمر متاع 25 دولار. لذلك الأصدقاء اللي تحبوا تسجلوا ومازالوا ما سجلوش في حساب بايونير، نخلي لكم الرابط أسفل الفيديو، نجموا تدخلوا تسجلوا عليه. وقت اللي تعملوا أول معاملة متاع 1000 دولار في الحساب متاعكم، أنا نربح 25 وأنتم تربحوا 25، لأن مش أنك يزي أنك تسجل تأخذ 25 دولار، لا مش صحيح. يلزمك تعمل أول معاملة توصل إلى 1000 دولار، معناتها تنجم تعمل 250 150 لين توصل ل 1000 دولار، أنت تربح 25 وأنا نربح 25، وأنت بتبيع تقوم بإحالة أصدقائك ونفس الشيء وهكذا دواليك. طوى أصدقائي مش نمشوا على متصفح جديد ومش نحطوا الرابط متاعي اللي هو هذا الرابط متاعي أنا خذيته، نعمل له كوبي ونمشوا على متصفح جديد ومش نوريكم طريقة التسجيل ومن بعض الأخطاء. نحطوا هنا كل ونفتحوا ونبدو التسجيل متاعنا، نضغطوا لنا أصدقائي اشترك واكسب 25 دولار أمريكيا، نضغطوا عليها. كما تشوفوا هنا أصدقائي نتحولوا للصفحة هذه. الصفحة هذه أصدقائي هي اللي يغلطوا فيها الكثير من الأصدقاء، لأنك إذا كانت تختار حاجة ومن بعد يطلبوا عليك هم الوثائق، أنت تولي تلقى مشكل وما تنجمش تجيب الوثائق هذه. كما تشوفوا هنا فرد وثم مضيف تأشير عطلة وثم المسوق المنتسب وثم بائع عبر الانترنت
وثم SMB بالقطعة. أو هو من المستحسن أنت تشوف هنا إيش تنجم تعمل بالضبط، شنو هو أنت بالضبط وتحط بالصحيح. لكن إذا كانت تكون أنت مثلا تخدم على الانترنت أو تبيع وتشتري على الانترنت، تعمل بائع عبر الانترنت أو فرد هنا من بعد تالي، ينجم يطلبوا عليك بعض الوثائق الخطر فرد. لذلك أنا نشوف اللي أسهل خانة نجم ونختارها لهنا هي بائع عبر الانترنت، لأن أنا في الحساب الرسمي متاعي اخترت بائع عبر الانترنت، وكما شفتوا وصلت حتى لين خذيت الماستر كارد بايونير ووصلتني حتى الباب المنزل، وتوا نخدم بها، توا نتعامل بها ومعاملاتي كلها مريقلة وما عنديش حتى مشكل. لذلك نختاروا بائع عبر الانترنت. هنا يقول لك احصل على الاموال من الاسواق التجارية الالكترونية، نضغط عليها وكما تشوفوا لهنا الحساب المناسب لك هو بائع عبر الانترنت الحصول على اموال من أسواق التجارة الإلكترونية. هذا إيش نحبه أحنا، أن نتحصلوا على الأموال ونحولوا أموال وإحنا مرتاحين. تشوفوا هنا زادة ثم تنجم تتعامل مع أمازون ولا ويش ولا لازدا، أحصل على أموال من جميع الأسواق الرائدة بما في ذلك والمزيد. هنا كما تشوفوا شركات معناتها عالمية ومعروفة تتعامل مع الحساب. هنا يقولك أيضا اسحب أرباحك إلى حسابك المصرفي المحلي بأسعار منخفضة، معناتها يلزمك تربط الحساب متاعك بحساب بنكي. السؤال هذا أصدقائي اللي قاعد يتكرر ياسر في التعليق متاعكم، اللي هو يلزمك حساب بنكي باش تربطه بالحساب بايونير متاعك، ما يلزمكش حساب بريد وما يلزمكش حتى حساب في أي بلاصة أخرى، يلزمك حساب بنكي سوى حساب ادخار أو حساب أي نوع من الحسابات الأخرى البنكية ينجم يقضي وما فماش مشكلة. ثم زاد أصدقائي ادفع لمورديك مجانا، تجم أنت تدفع لهم مجانا من غير ما يأخذوا عليك ضريبة، دفع ضريبة القيمة المضافة الخاصة بك أمازون إدارة العديد من المتاجر في أمازون. زاد ثم ياسر العديد من المتاجر نجم تتعامل معهم عادي. نمشوا أصدقائي هنا يسجل، نتحولوا من بعد أصدقائي للصفحة هذه متاع التسجيل. كما تشوفوا لهنا من فوق حدد نوع عملك، يا إما رجل يا إما شركة، احنا نحطوا رجل لهنا. ومن بعد نجوا هنا للتسجيل باللغة الإنجليزية بالطبع، نحطوا الاسم واللقب متاعنا واسم العائلة والبريد الإلكتروني، وادخل البريد الإلكتروني مرة أخرى وتاريخ الميلاد، ثم نعمل واصل ونتحولوا للصفحة من بعدها. أصدقائي خليكم معايا، ما تسرعوش في الحلقة باش من بعد ما تغلطوش في التسجيل، على خاطر كل نقطة قاعدين نشرحوا فيها تنجم من بعد انت ما تفرجتش فيها وتغلط وترسيلك من بعد الحساب متاعك متبلوك. لأن أنا كما تعرفوا بالإثبات وريت حتى لين خذيت الماستر كارد بايونير متاعي وتوا نخدم به. لذلك أصدقائي الحلقة هذه مفيدة ياسر باش تاخذوا الحسابات متاعكم وحاولوا تبعوها خطوة بخطوة. نسجل أنا البيانات توا ونرجع لكم. من بعد أصدقائي ما عملنا واصل، كما تشوفوا هنا معلومات الاتصال، هنا معلومات الاتصال في النقطة هذه، نتحولوا للصفحة هذه. يقول لك يرجى ملء الحقول بالأحرف الإنجليزية فقط، الدولة هنا تونس، الشارع والعنوان والمدينة والرمز البريدي ورقم الهاتف متاعك، ارسل رمز وادخل رمز التحقق. معناتها من بعد ما تحط رقم الهاتف متاعك هنا تعمل ارسل على رمز، يجيك الرمز على الهاتف متاعك وتحط الكود هنا، وهيك من بعد تعمل واصل. هذا كل شيء سهل أصدقائي نجموا تعملوه. حط أنا البيانات متاعي ونتعدوا إلى النقطة الثالثة وهي تفاصيل الأمان. من بعد أصدقائي نتعدوا للصفحة اللي بعدها، النقطة الثالثة هي تفاصيل الأمان. هنا تلقى البريد الإلكتروني اللي سجلت به موجود، تعمل كلمة المرور ومن بعد تعاود الكلمة مرة ثانية، من بعد سؤال توثيقي أمني هنا بعض الأسئلة تنجم تاخذ سؤال منهم هذا ما الكل، ومن بعد تعمل إجابة سؤال التوثيق تحط الإجابة هنا. يعني على سبيل المثال ما هي مهنة جدك، تحط ما هي مهنة جدك وتعمل الإجابة متاعه. من بعد تفاصيل بطاقة الهوية هي تونس، بطاقة الهوية الوطنية الحكومية وإلا جواز السفر وإلا رخصة القيادة، تحط هنا بطاقة الهوية متاعك ثم الرقم متاعها لهنا. من بعد اسم الأول بلغتك المحلية، معناتها تكتب اسمك الأول بالعربي، ومن بعد تكتب اسم الثاني متاع العائلة بالعربي، ومن بعد الرجاء إدخال الرمز أدناه، تحط الرمز هذا لهنا. من بعد تعمل واصل وتمشي للنقطة الأخيرة، نسجلوا احنا البيانات ونتعدوا للنقطة اللي بعدها. وبعد ما نكملوا أصدقائي نتعدوا إلى النقطة الأخيرة، وكما تشوفوا هنا يقول لك على وشك الانتهاء. هنا يقول لك يرجى إضافة حساب مصرفي للعمليات السحب التي تخصك أو تخص شركتك. هنا الحساب شخصي أو حساب تجاري، هنا يلزمنا نحط حساب شخصي. كثير أيضا من الأصدقاء يغلطوا ويحطوا حساب تجاري ومن بعد تولي لهم مشاكل أخرى زادة.
باهي، هنا البلد تونس العملة ESD يعني الدولار، أو كان تحب TND أو أورو، احنا نحطها ESD. لنا أصدقائي مش نحطوا اسم البنك المحلي، معناتها البنك اللي في دولتك اللي انت حال فيه الحساب متاعك، مش تربطه بحساب بايونير. على سبيل المثال في تونس تجد عدة بنوك، منها بنك الزيتونة، بيهاش، تجاري بنك، إلى غير ذلك من البنوك. بالدول العربية الأخرى توجد أسامي أخرى وأسامي دول أخرى، تحطوا اسم البنك اللي عندكم فيه حساب. هنا مش تلقوا اسمكم، وهنا رمز السويفت اللي هو رمز معرف البنك اللي وقت يتم إرسال الأموال تضع هذا الرمز السويفت. تستطيع طلبه من البنك الذي تتعامل معه أو البنك الذي فتحت فيه حساب، أو تذهب على متصفح جوجل على سبيل المثال وتبحث سويفت بنك، اسم البنك الذي تتعامل معه في أي دولة ويخرج لك السويفت، ما فماش حتى مشكل فيه. هنا رقم الحساب المصرفي الدولي، هنا مش تحط رقم الحساب متاعك متاع البنك متاعك اللي تتعامل معه، وكما تشوفوا يبدأ هنا بالتي ان يعني يبدأ بتونس، ثم تضع الرقم المتكون من 22 رقما، ثم تعمل أوافق على الأحكام والشروط، ثم أوافق على الأسعار والرسوم، ثم تعمل أرسل. وهكا ترسل البيانات متاعك إلى بنك بايونير في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي راجع البيانات متاعك، ومن بعد 3 أيام يبعثوا لك رسالة على البريد الإلكتروني متاعك، يقولوا لك اللي الحساب متاعك تفتح وحاضر باش تبدأ تخدم فيه. وبعد ما يبعثوا لكم الرسالة على الإيميل متاعكم أصدقائي، يبعثوا لكم معاه رابط تفعيل، تضغطوا على رابط التفعيل في الإيميل حتى يتفعل الحساب متاعكم. ومن بعد أصدقائي إذا تحبوا حلقة التفعيل كما تشوفوا هنا كيفية تفعيل حساب بايونير، تنجموا ترجعوا للحلقة هذه وتشوفوا كيفية التفعيل، تنحط لكم الروابط كل أسفل الفيديو. من بعد تالي في طلب بطاقة بايونير أصدقائي باش تطلبوا ماستر كارد، كان نمشوا للأعدادات هنا أصدقائي، نمشوا إلى بطاقة بايونير، هذه هي البطاقة متاعي كما تشوفوا، البطاقة متاعي مفعلة ووصلتني حتى الباب المنزل، وعملنا لكم عليها زادة حلقة كما قاعدين تشوفوا هنا في القناة متاعنا، الحصول على بطاقة بايونير، شرح طريقة الحصول على بطاقة ماستر كارد بايونير بالتفصيل، زادة تنجموا ترجعوا للحلقة هذه وتشوفوا زادة كيفية طلب البطاقة وكيفية تفعيلها، معناتها كل شيء موجود في القناة متاعنا. وأي مشاكل أخرى تتعرضوا لها أصدقائي، كل ما عليكم أنكم تكتبوا التعليق متاعكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وأنا نشوف مجموعة من الأسئلة، الأسئلة اللي تكررت ياسر والأسئلة الأكثر تتعاود في التعليق، أنا بإذن الله نعمل لكم فيديو كما هيك أصدقائي في الحلقة هذه كيفية فتح حساب بايونير. ثم أسئلة تكررت كثيرا، أنا رجعنا عملنا لكم حلقة أخرى ووريناكم الأخطاء اللي تنجموا توقعوا فيها، وإلا الصعوبات اللي تنجموا تتعرضوا لها وكيفاش الحل متاعها. ولذلك أصدقائي ديما راو الخطأ يكون في أنكم ما تتفرجوش على الحلقة كاملة من بعد توقعوا في الأخطاء، لذلك تبعوا الطريقة اللي اتبعتها أنا باش تنجموا حتى أنتم توصلوا تعملوا البطاقة هذية، اللي في تونس البطاقة هذية تعتبر حاجة كبيرة ياسر، على خاطر كما قلنا لكم في تونس ما تنجمش تعمل بطاقة ماستر كارد بايونير، وإلا زادة ما تنجمش تعمل الباي بال، ونلقوا ياسر صعوبات في الأمور هذية. لذلك جات الفرصة اليوم باش تنجم تفتح حساب بايونير وتعمل بطاقة ماستر كارد بايونير تتعامل بها وتربطها بحساباتك المحلية، زادة عادي جدا. هذا كل ما في الأمر أصدقائي، اللي مازال ما عملش حساب بايونير يمشي يعمل حساب بايونير، ما فماش حتى مشكل، يمكن يوما ما تنجم تستحق له وتلقاه حاضر قدامك مفعل، على خاطر العالم قاعد يتقدم والعمليات المالية كل كي ماشية باش تكون عبر الانترنت، معناتها ماشيين إلى درجة أن نوصلوا الأموال معاش نمسوها بيدينا، كل شيء مش يولي بالكارتة، كل شيء مش يولي عبر الانترنت، والمعاملات التجارية مش تكون مستقبلا عبر الانترنت، لذلك يلزم حتى أنت تتقدم مع العالم باش تلقى راحك حاضر. وهنا أصدقائي نوصلوا إلى آخر الحلقة، مبقالي باش نقول لكم إلى اللقاء، وما تنسوش تشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس بيوصلكم الجديد امتاعنا في طرق الربح من الانترنت عبر قناتنا، وأي حاجة تستحقولها أصدقائي أو حاجة ما فهمتوهاش اتركوا لي تعليق في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وأنا بإذن الله نجاوب عليكم، سواء تكثر الأسئلة وتولي السؤال متكرر كثيرا نعمل حلقة كما هيك ونفسريكم فيها الأخطاء فين موجودة، كانوا سؤال لازم تجاوب عليه نجاوب لكم عليه في صندوق الوصف أسفل التعليق. إلى اللقاء أصدقائي في حلقة قادمة إن شاء الله.